سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. الخدام لا يعمل على تطبيقكم تيك توك. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على وكالة التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقتا، بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيك توك. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.